الثالثة عفوا والنصف بتوقيت باريس، الثانية والنصف بتوقيت الجزائر. نرحب بكم إلى هذا المباشر. انتقل إلى رحمة الله الباجي قائد السبسي رئيس تونس عن عمر يناهز 92 عاما بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى أمس ليلفظ نفسه الأخيرة صبيحة هذا اليوم الساعة 10:25 بتوقيت تونس. وعلى إثره أعلنت تونس رسميا الحداد 7 أيام، وإثر هذا على إثر هذا المصاب الجلل باسمي وباسم كل طاقم المغاربية نعزي أو نقدم تعازينا الخالصة للشعب التونسي. ولأكثر تفاصيل يحضر معي هنا بالبلاتو بشير عبد السلام محلل سياسي. بشير عظم الله أجركم، مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا لكم. نتوجه إلى شعبنا في تونس وإلى قيادته الحالية وإلى عموم فاعليه السياسيين بحر التعازي لهذا المصاب الجلل، وفاة أول رئيس منتخب في تونس بعد الثورة، بعد ثورة 2011. بشير، كيف تلقى الشعب التونسي هذا الخبر؟ الحقيقة الشعب التونسي في صدمة كبيرة في هذه الأيام. كان يتابع منذ شهر، منذ بداية الوعكة الصحية التي ألمت بالسيد الرئيس نهاية شهر جوان، وهو في ترقب كامل لمعرفة التفاصيل الصحية للسيد الرئيس، ولكنه للأسف الشديد تلقى هذا الخبر بكل معاناة. هذا اليوم المصادف للذكرى 62 لعيد الجمهورية التونسية، اليوم 25 من شهر جويلية، كان الناس ينتظرون فرحا كبيرا هذا اليوم، فإذا بهم يتلقون هذا الخبر المفزع في بداية انطلاق الحملة الانتخابية وبداية انطلاق الفترة الانتخابية التشريعية والرئاسية، وكأنه قدر من أقدار التونسيين أن يصابوا بأمر جلل. ولكن في نفس الوقت هناك عدم شعور بالغبن لدى جميع التونسيين، باعتبار أن الرئيس رحمة الله عليه نتصور ونتمنى أنه من المقبولين، نعزي أهله وعائلته أولا وأخيرا. أمضى السيد الرئيس منذ أيام، وهو آخر إمضاء له، أمضى الأمر المتعلق بدعوة الناخبين التونسيين يوم 5 من هذا الشهر، أمضى نهائيا دعوة الناخبين التونسيين للانتخابات التشريعية والرئاسية. سي بشير، يعني أنت قلت أنه وفاة رئيس تونسي رحمه الله تزامن مع العيد 62 لاستقلال تونس، لكنه أيضا تزامن مع ظروف سياسية أخرى. تونس بقي لها 3 أشهر يعني للانتخابات، وفيه أيضا يعني أجواء سياسية يشوبها الترقب، يشوبها القلق. كيف ستتخطى تونس هذه المرحلة؟ نعم، هي أجواء في الحقيقة مشحونة قليلا. لماذا؟ لأن البرلمان التونسي كان قد أقر في آخر جلساته أقر تعديلا مهما للقانون الانتخابي، وكان ينتظر أن يمضي رئيس الجمهورية سيد الباجي قائد السبسي في الأيام الأخيرة، كان مقررا أن يمضي هذا التعديل وأن ينشر هذا التعديل حتى يصبح فاعلا ويدخل حيز التنفيذ، لكنه نعلم اليوم أنه لم يمضي هذا التعديل، ونعلم اليوم لماذا لم يمضي هذا التعديل برغم أقاويل كثيرة بأنه لم يكن موافقا، ولكن الحقيقة تنفجر اليوم أن التعديل لم يمضى لأسباب صحية، لأن السيد الرئيس يبدو أنه أمضى الأسبوعين الفارطين في حالة صحية حرجة، وأنه يبدو أنه لم يتمكن من هذا التعليل الأول، لم يتمكن من إمضاء هذا القانون. هذه الفترة حرجة جدا. لماذا؟
لأن التونسيين والتونسيات اليوم يستعدون للمرة الثانية لانتخاب رئيس جمهورية بعد أن انتخبوا رئيس الجمهورية الفارق السابق رحمة الله عليه، بعد أن انتخبوا سنة 2014. سنة 2019 وهي المدة النيابية الرئاسية الحقيقية 5 سنوات، هو كان قد أمضى 5 سنوات بالتمام والكمال تقريبا، بقي له أقل من 3 أشهر. فلذلك يطمئن التونسيين اليوم بأن مؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة الجديدة التي أقرتها الثورة، ثورة سنة 2011، يبدو أنها فعلا على طريق صواب وعلى طريق صح، ويبدو كأن موت الرئيس اليوم هو إعلان حقيقي لكي يقول للتونسيين استمروا، لن تفعل هذه الفاجعة، وهي فاجعة لن تغير شيئا في المسار الديمقراطي ومسار التحولات في تونس. طيب بالنسبة للانتخابات، يعني طرأت أمور جديدة، هل سيتم التمسك بالانتخابات في موعدها، مع العلم أنه الآن يعني بعد وفاة الرئيس مباشرة اجتمع محمد النصر اللي هو رئيس البرلمان مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ويعني وتم الاتفاق في لقاء صحفي يعني انه محمد النصر هو الذي سيتولى رئاسة الجمهورية لأجل يعني ادناه 45 يوم واقصاه 90 يوم، وتم ايضا الاتفاق على تطبيق الدستور بحذافيره لا سيما المادة 84. وهذا ما يقوله الدستور بالضبط، وهذا ما يدل على أن الفريق الحاكم اليوم أقوله مضطرا ولكنه مقتنع ولا شك في ذلك بتطبيق الدستور بحذافره. معنى ذلك أن نحن دخلنا دولة مؤسسات حقيقية، هذه فاجعة كبرى. في بلدان عديدة تخلط الأوراق، وفي بلدان عديدة ينتظر الناس الانقلابات، ولكن في تونس يبدو بحذر شديد طبعا ولكن بثقة كبيرة لدى التونسيين، يبدو أننا خرجنا من زمن الانقلابات إلى زمن المؤسسات. المؤسسة تقول بأن اليوم يجب أن يتولى رئيس البرلمان السيد محمد الناصر رئاسة الجمهورية مؤقتا ل45 يوما، وأقصى ذلك ل90 يوما، والحقيقة لا تفصلنا على الانتخابات الرئاسية أكثر من 90 يوما. قد نضطر إلى بعض تغييرات المواعيد الانتخابية الرئاسية، ولكن لن تتغير كثيرا، قد تقدم أياما أو قد تؤخر أياما، ولكن من بركات الدستور ومن بركات المؤسسات ومن احترام التونسيين لمؤسساتهم ومن احترامهم ولا شك في ذلك للسيد الباجي قائد السبسي رحمه الله، أنه أمضى على هذه الانتخابات، ولا تصور أن أحدا سيتراجع من أجل تنفيذ هذه الانتخابات، وأن السيد محمد الناصر وهو رجل حكيم ورجل هو من قاد المؤسسة البرلمانية طوال هذه السنوات، يبدو أنه ولا شك في ذلك سيحترم هذه المؤسسة وقوانينها وما أمضت عليه. سيد بشير عبد السلام، نشكركم على هذا التدخل، ونشكركم أيضا على قبول الدعوة. شكرا. أعزائنا المشاهدين، نروح فاصل وننتقل إلى محاور أخرى، إلى مواضيع أخرى لبرنامج أو موعد هذا اليوم.
أحييكم مجددا مشاهدينا الكرام. إذن اليوم رايحين نتحدثوا على الاستعدادات للجمعة 23، رايحين نتحدثوا أيضا على المبادرات السياسية، مبادرات تدعو إلى حوار شامل ووطني. نعود أيضا بحديثنا إلى التصريحات الأخيرة لبعض الشخصيات السياسية، الإبراهيمي، طالب الإبراهيمي، أيضا تصريح، نعود أيضا بحديثنا تصريح السفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريونكور، مواضيع أخرى راح نتحدثوا عليها. ويشرفني أنه نستقبل اليوم هنا في البلاتو، يسعدني أن أستقبل كريم نيت أسلمان، ناشط سياسي وأستاذ، لمناقشة هذه المواضيع. ويحضر أيضا معنا من الجزائر بوعلام عمورة نقابي، وأيضا ليلى حاج أعرب، نائبة في حزب الأرسيدي. سليمان أيت سليمان، دائما غلط الأسم تاعك كريم. كريم أيت سليمان، عندنا سليمان معنا هنا، سي بور سان غلط. كريم، الحديث يعني هذه الأيامات كثر عن مبادرات سياسية تتحدث أو تدعو فيه المجتمع المدني، وتدعو فيه بعض الشخصيات اللي عندها رمزية نضالية إلى حوار شامل، إلى حوار جاد. لكن هناك من يرى أن كل هذه المحاولات وكل هذه المبادرات، ولا أغلبها، تريد فقط ركوب الموجة. بالتأكيد يعطيك الصحة الأخت ناصرة على الدعوة تاعك، ونحيي جميع المتتبعين تاعنا. أكيد المبادرات راهي كثيرة من اللي بدأ الحراك، ماشي غير في الأيامات الأخيرة، ويعني وهذا يدل على أنه المشكل في الحالة اللي حقنا لها الآن هو ليس مشكل تاع خريطة طريق ولا تاع حلول تقنية ولا تاع مبادرات، ولا المشكل هو النية، نية السلطة الفعلية في الذهاب إلى الحوار بطريقة فعلية وجادة. ولذلك نرى مثلا أن تصريحات، أن جميع التصريحات من الشخصيات السياسية أو التاريخية أو الوطنية الجادة لا ترحب بفكرة الحوار أو التفاوض، ولكن تضع كشروط لهذا الحوار، يعني شروط راهي مشتركة بين جميع الشخصيات، ألا وهي الإفراج عن سجون الرائع، عن معتقلين السياسيين، ورفع الضغط أيضا عن الحراك، رفع الضغط عن الحراك، فتح المجال الإعلامي والسياسي. يعني فيه، يعني الآن فيه اتفاق ما بين وتوافق ما بين جميع الشخصيات الوطنية السياسية الجادة التي ترغب في الخروج من لكي نستخدم عبارة قيادة الأركان، من الأزمة اللي رانا فيها بطريقة سلسة، والذهاب إلى تغيير، إلى انتقال ديمقراطي سلس. ولكن الآن أعتقد أن الكرة الآن هي في ملعب سلطة الأمر الواقع، التي تدعو إلى الحوار وفي نفس الوقت ترفض كل المبادرات القادمة التي تأتي من الشخصيات الوطنية الجادة. لا سيما التصريح الأخير للأمين العام لرئاسة الجمهورية، اللي قال نور الدين عيادي، اللي صرح لجريدة الخبر وقال أنه السبيل الأمثل للخروج من الأزمة هي الانتخابات، وزاد أكد أيضا وقال أنه الحوار، نعم، ولكن الحوار راح يدور فقط على الانتخابات، اي شيء اخر او اي موضوع اخر او اي شيء اخر كما قلت مرفوض. وهذه يعني هذا هو الشيء اللي يؤسف، يعني في الحاله اللي لحقنا لها مع هذه الشخصيات اللي حقيقه تستاهل الشعار يتنحى وكاع، لانه هذا النظام والرموزه التي بقيت لا تفهم يعني ولا تعترف بمبادئ العمل السياسي. يعني في 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 يعني مثلا لما يقول لك نعم نفتح الحوار على الانتخابات، هذا فيه تناقض كما نقولوا باللغه الفرنسيه، ستانوكسيمور، الا درنا حوار ما لازمش تكون اللي قلنا عليه راح نتحاور، وجسم الحوار لازم يبقى مفتوح، هكذا كل واحد ياتي برايه وثم نتحاورون نتفاوضون ونشوفوا كيفاش. ولكن هو لما ياتي يقول لك انا اريد انتخابات في اسرع وقت ممكن،
ثم سنتحاور. على ماذا سنتحاور؟ إذا هو خلاص قرر، إلى السلطة الفعلية قررت وأعطت موضوع الحوار ومدة الحوار وعلى ماذا سيتم الحوار. لذلك هم يرفضون فتح المجال السياسي، يرفضون فك الضغط، رفع الضغط على الحراك، لأنهم يعلمون أن فتح المجال السياسي يعني مناقشة مثلا قضية الانتخابات بطريقة جدية، وإذا ناقشناها بطريقة جدية سوف نصل، الجميع سوف يصل إلى أنه لا يمكننا في هذه الشروط إجراء انتخابات نزيهة. معنا أبو علام عمورة نقابي. سي أبو علام مساء الخير. السلام عليكم سلاوين وشكرا على الدعوة. الزلف لك سي أبو علام. الإبراهيمي في رسالة يعني بعثها أو في تصريح قالوا يعني منذ يومين، قال أنه هو شخصيا يرفض الحوار بالشكل أو الصيغة الذي تطرحه السلطة الفاعلة في البلاد. كيف ترى انتهى هذا الأمر؟ شكرا جزيلا. أولا عندنا احترام كبير لشخصية الإبراهيمي، لكن نشوفوا باللي كاين الناس راهم كانوا بعاد عن المجتمع الجزائري والشعب الجزائري في أوقات يعني المحنة للشعب الجزائري، وكذلك عنده الحق كي يقول بأن اسمه وكل اسموات قد درجت في هذه القائمة أو درجت في هذه القائمة وهم لم يستشاروا. يعني رقد إنسان نعرفه رقد هكا حتى 10 جوية ولا شاب اللي لازم له أضواء تاع الكاميرات والبلاطوهات وخرج من الندوة الوطنية يعني كنا مبادرين فيها نعرفه يقدم أسماوات بدون استشارة، هذا يعني شيء عمل لا أخلاقي. اسمحوا لي الناس، لكن عمل لا أخلاقي ولا سياسي. لازم أولا وقبل كل شيء قبل أن نعلن، وقد ناقشناه في الاجتماعات كي كنا في ماي وجوان في المجتمع المدني في الاجتماعات وكان حضر، ناقشنا ما هي الشخصيات التي يعني نستشروها ونروحوا نلموهم إلى آخره، الشخصيات الوطنية. لكن كاين سماوات وكلهم بوشاشي قال لك انا لم استشار قبلا وبوهيرت وجابي الى اخره. دونك اليوم احنا استشار ولا الدارس نتاع الدكتور الياس مرابط اللي هو منسق تاع الكونفدرات النقابات الجزائريه اليوم، وناقشناها ما يعني هذه الدعوه اللي دارها له في عبر الجرائد، ناقشنا الشيء هذا وقلنا احنا لا نذهب الى حوار بالشروط مسبقا، بالشروط كي تقول لي الشروط لازم نروحوا للانتخابات الرئاسيه. لا، مشكل الجزائر هو اكبر من هذا، اكبر من الانتخابات اللي هما اليوم عندهم اكثر من 1600 بلديه تاع الافلان، تاع الافلان وتاع رندي ولا الاحزاب الموالاه، مازال احزاب موالاه ومازالوا هم رؤساء الدوائر والولاد نتوعهم. دونك الحوار ما لازمش يكون مشترط مسبقا وبدون جو هادئ. الناس اليوم مجاهدين خونوهم وراهم في الحبس، واش داروا يا عجب ربي واش داروا؟ شباب راهم في السجود لانهم رفعوا رايه تاع الثقافه الامازيغيه، يا اما رفعوا كاع الجزائريين اللي رفعوا هذا يعني الناس اللي رفعوا هذه الرايه أو يخرجوهم من السجن. دونك شفنا بأن كي تدخل ثاني يعني أمين عام تاع الرئاسة يا أخي قالوا لنا باللي خليونا نجيبوا لكم رئيس الدولة ويسير منذ 2 أبريل. اليوم أمين عام تاع الرئاسة يدخل بأي اسم بأي شرعية أستاذ أبو علام نعم. انت قلت في بدايه كلامك انه فيه ناس او فيه بعض الشخصيات كانت غائبه تماما عما يحدث في البلد، يعني ما كانش يهمها مصير البلاد، فجاه عودت ولات للساحه لاغراض ربما شخصيه. شكون هما هاد الناس؟ لا اللي اقترحوه واحد من الناس اللي اقترحوه باش يترأس هذا البانيل يقولوا عليه 13 شخصيه.
الرئيس السابق للبرلمان الجزائري 2004 نسميه كريم يونس اللي كان يتنعنع في الكلاب دي بان، واش ما شفتوش حتى خطرة منذ 22 فبراير وما شفناش في مسيرة مع الشعب. احنا شفنا بوشاشي بوهير تدخل بين الطلبة وبين قوات الأمن، شفنا شخصيات واحدة أخرى. اليوم هذو حبوا يديرونا روسيكلاج، عرفت كلام كلاو ومشاو مع النظام هذا. منذ هذ الناس اللي نعرفوهم، وانا من جاية نعرفوهم، كان محافظ منذ السبعينات. يعني انت تتصور في الجزائر تولي رئيس البرلمان اذا كان ما راكش متواطئ معهم، ماشي انت من النظام. والله غير كانت المخابرات تدخل مال حتى في تعيين رئيس بلديه، تعيين رئيس بلديه، وهو كان رئيس المجلس الشعبي الوطني. واليوم بعد 8 شهور ما شفناش يخرجونا للسكال. لماذا؟ لان هذا ليس تغيير ولكن تجديد داخل النظام. النظام يحب يتجدد بنفسه، وعنده بزاف من الناس منذ 62، وعنده في البارك في المخزن عنده الناس بزاف يجبدوهم. لماذا؟ من اجل مصالح ضيقه وليست من اجل مصالح الجزائر للاسف. سي بوعلام بقى معنا، نعاود نقولوا ليك كريم، هل نحن امام واقع تجديد النظام داخل النظام مع عمليه رسكله سياسيه مثل ما قال الاخ بوعلام؟ نعم، كما قال الاخ بوعلام نحن رانا كما يقولوا باش نقولوها بالدارجه، النظام راه حاب يعاود يجدد نفسه من الداخل، يعني يستخدم لي رومبلاسون تاعو، الناس اللي كانوا اللي كان بالك الشعب كان ناسيهم، ولو اللي في فتره ما كانوا يخدموا مباشره مع النظام. لذلك الان المرحله اللي رانا فيها الان مع الحراك اللي راه قادم اللي مقبل على الجمعه 23 هي مرحله مهمه جدا، باسكو دوكا اللي راح يبان اسكو كما يقول لك باش نريحوا. اسمح لي باك نقطع لك كلامك. نعم. هذه السياسه هذه طالت حتى قطاع الرياضه، سمعنا انه زدش يقدم استقالته، صح قدم استقالته هو، يعني اجبر او دفع الى تقديم هذا الاستقاله. دفعوه باش يقدم الاستقاله لاني مقبل شفت الارتيكل في الوطن مازال ما قدرت نقراه اون ديتاي، مي قال لك باللي صراو ابارامون صراو مشاكل نهار راح بن صالح لمصر، ودونك ثم اللي صراو هذو المشاكل، وجوستومون زيتشي ماحش يرقد ويفطن لو لوندوما يقول لك باللي راح يقدم الاستقاله تاعو هكا، لوك هو كان يشوف روحه مازال يزيد يكمل. دونك دفع الى هذا الشيء، دفع الى هذا الشيء كما دفع بوتفليقه الى الاستقاله، وكما تستدير مازلنا لي بروسيدي تاع السيستم راهم نفس الممارسات على بها. دوك الان حاجه عاديه انه النظام السيي يرسكل روحه ولا يعاود يجدد روحه، هذه حاجه عاديه. النظام ما راحش يطلق كما يقولوا بالدرجه الميسه اللي كان حاكمها، ما راحش يطلقها فاسيلمون. حنا دوك الشعب اللي لازم نبوسيوهم باش هما يطلقوا واش راهم حاكمين وهم شادين فيه بالرجلين وباليدين وبالسنين ثاني. دونك هنا يبان بيسك الجمعه 23 دوكا يبان اسكو الحراك عنده السفل ولا لا، باسكو دوكا داخلين في المرحله تاع لونديورونس، لازم هما ايفيدامون راح يسيو يتلاعبوا، ولازم الشعب يزيد يطول يزيد يكمل مع الضغط تاعو، هما يضغطوا وحنا نضغطوا، وان شاء الله الشعب هو اللي راح ينتصر، لانه الا هما عندهم السلطه الشعب والشارع عندهم الوقت. الشعب الجزائري راهو ما خلاولهم والو، راهي الشبيبه ما عندها والو. لو كان تقعد تستنى في هذا السيستم وتخليه باش يعاود يجدد نفسه، يعني ما كان لا نعاودوا نحلموا ونديروا دي بروجي ونديروا مشاريع لغدوه مغدوه. راح سلال راح ويحيى راح طيب لوح راحوا كامل، يزيدوا يجي يخلقوا سلالات واحد اخرين ويحيى واحد اخرين، لانه هذا هو النظام، هو اللي نظام فاسد هو اللي يخلق هذا الفساد والناس الفاسدين، ماشي هذو الناس هما اللي خلقوا النظام هذا، النظام هذا هو اللي خلقهم، على بها لازم يتنحوا كاع ونديروا تغيير جذري، وإلا ما درناش تغيير جذري معناتها كما يقول لك الكور اون برون لي ميم اون ريكومونس، راح يبدلوا ليكيب يبدلوا الشطاحه، مي يعاودوا يضربوا نفس لا ميوزيك وتعاود تكمل تولي كيما كانت. رغم انه الشارع يعني راهو يسر راهو يقول لهم في كل جمعه تقريبا يقول ما تبدلوا ناس يا ودي ما تبدلوناش سوجي، حنا قلنا ترحلوا كاع يعني ترحلوا كاع. معنا ليلى حاج اعراب، نائب في حزب التجمع من اجل الثقافه والديمقراطيه، يقولوا للاخوه ان مازال ما التحقتش بنا. كريم، يعني فيه هدرنا على المبادرات اللي تدعو الى الحوار، فيه شخصيات دعات لهذا الحوار، لكن فيه ايضا احزاب سياسيه، هناك من يرى
أنه هذه الأحزاب هي أحزاب تبحث فقط، سواء كانت المعارضة بعض الأحزاب والموالاة تبحث عن التموقع أو تريد التموقع؟ ربما تريد التوقع. احنا ما نروحوش بالك نديروا لهم دي بروسي دانتونسيون باسكو هضرنا عليها من قبل، سا كوزي بوكو دغومو. الحاجه اللي نقدر نقولها بكل واقعيه هي انه كل الاحزاب، وهنا راني متاكد في شان يقول ونتحمل مسؤوليتها وشان يقول، جميع الاحزاب الجزائريه فقدت المصداقيه تاعها. الاحزاب تاع النظام باينه، الاحزاب تاع الموالاه باينه، مي للاسف مام احزاب المعارضه ثاني فقدت المصداقيه تاعها. وعلاه؟ لانه الاحزاب تاع المعارضه صح ما كانش عندها المجال باش تخدم كيما لازم باش دير الخدمه تاعها وتكون احزاب معارضه تاع الصح. دونك النظام منحهم باش يديروا المعارضه، مي هما كي منحهم هما ما قدروش، دونك فشلوا في المهمه تاعهم، دونك ما عندهم حتى مصداقيه. لهذا الان دايوغ نشوفوا مثل، يعني نعطوا اكزومبل كونكري. اسكو شفنا مثلا في الحراك رئيس تاع حزب الشعب رفض التصويره تاعه ولا ما كان حتى حزب لا معارضه لا كاين شخصيات تاريخيه؟ يعني فيه بعض الاحزاب راهي تنزل كل جمعه للميدان وراهي تشارك، هذوك يرحب بهم الشعب يخليهم يتظاهروا لانهم الشعب ما سرقوش. هنا خاطرش كاين لازم نديروا دي ديستانكسيون. مثلا احزاب من احزاب بيان سور الاحزاب تاع المعارضه ما دخلتش في الفساد والسرقه، مي ما عندهاش مصداقيه سياسيه لانه الفعاليه السياسيه تاعها ما كاش. الشعب على باله باللي هذه الاحزاب كاحزاب كأحزاب منظمة ما يش تنفعوا ما كاش، لأن لا حول له ولا قوة، لا حول ولا قوة لها. دونك إلا يحبطوا بيان سور يتظاهروا معهم يخليوهم نورمال، مي ما يخليهمش يقودوا الموفمون لأن الموفمون ما خرجش منهم، دونك هما ما يقدروش يهضروا بأسمه، ماشي هما اللي خرجوا الشعب في الشارع. دايوغ الآن الحاجة الملاحظة اللي نقدروا نديروها هي أن الشعب الآن ولا يحب شخصيات كما نقولوا نونون كارتي، شخصيات اللي ما عندها حتى انتماء سياسي. كي نشوفوا مثلا ما نشوفوا جميلة بوحيرد، نشوفوا مام الإبراهيمي ذوكا، نشوفوا مصطفى بوشاشي، نشوفوا كريم طابو اللي الحزب تاعه ماهوش معتمد، نشوفوا بزاف الشخصيات كاع اللي راهم يرفدوهم، نشوفوا بن بيتور، نشوفوا يمين زروال، هذه الشخصيات كامل ما راهيش شخصيات متحزبه. دونك هذه هي، دونك الشارع راهو او حاسب هذا الشيء لانه على باله باللي اللي كان مع النظام ميم سي كان في المعارضه صح الاحزاب تاع المعارضه ما سرقتش ما نهبتش، ولكنها قاسها الفشل تاع النظام هذا. دونك لازم هي ثاني بالك تبدل المنهجيه تاعها وتبدل الطريقه تاع تعاود تجدد روحها كما فعل الشعب، لازم كما فعل الشعب الجزائري، لازم تعاود تجدد روحها. لانه المشكل وين راه الاخت نصير؟ المشكل راهو في الرؤيه، راهو في الرؤيه. مثلا راني شفت البارح باللي قالوا لك انت ثاني بالك شتي الناس كاع شافوها هذه المساله تاع لونجلي، قال لك رقدوا في الليل فطنوا الصباح، قال لك اليوم خلاص راح نديروا لكم تعليم بالانجليزيه. يعني هنا تشوف باللي لازم يتنحاو كاع على العفايس كيما هذوما، لازم يتنحاو كاع. تسمى راهم يتمسخروا كايمون، يتمسخروا عليه لانه جميع انسان عاقل على باله باللي مثلا كي تحب دير انت تغيير في لغه، تغيير لغوي في العلم، مثلا قال لك الانجليزيه لغه العلم، اوكي داكو نقدروا نقولوا معاهم متوافقين على هذا الشيء، نروحوا للتعليم باللغه الانجليزيه لازم على الاقل 10 سنوات على الاقل، لانه نهار نديروا احنا التغيير راح نديروا التغيير تاع اللغه، نديروا الانتقال اللغوي، لازم نبداو من الابتدائي، لانه الناس اللي راح تقرا في الابتدائيه راح تبدا تقرا بلونجلي ولا بيلانغ ولا تخيلانغ، كي تلحق للجامعه تقدرها دير البحث العلمي تاعها بالانجليزيه ولا تقدر دير يعني دراسه. لازم نوجدوا الهيئه العربيه، لازم نوجدوا لها 10 سنين على اقل تقدير اذا كان عندك الاساتذه. وحنا في الجزائر عندنا مشكل تاع الاساتذه، ابار اللي يجيبوا لنا بالك يديروا جسر جوي واحد اخر بين الجزائر وانجلترا، يجيبوا لنا لي بروف يقرونا ويعاودوا يولوا شاك سيمين لدارهم بالك. مي لحد الان ما عندناش القاعده تاع الاساتذه، عندنا بعض الاساتذه تاع الانجليزيه، مي ما يكفيناش باش نبدلوا نردوا اللغه الانجليزيه هي اللغه رقم واحد، هذه حاجة الاولى. ثانيا كاين عامل الوقت، لازم على الاقل 10 سنين نبداو من الابتدائي. مي هما كيقولوا لك نبداو في الجامعه، نديروا التغيير في الجامعه، يعني الانسان اللي جاب البكالوريا تاعو قرا بالعربيه، ديجا اللغه الفرنسيه الاغلبيه ماشي متمكنين منها، قرا باللغه العربيه، يروح للجامعه من كيما يقول لك بين ليله وضحاها، يقولوا له انت يا دوكا خلاص كنا في لا لونغ دو موليير، دوك تهضر بلا لونغ دو شيكسبير، كيفاش ما يقدرش؟ ما سي امبوسيبل. ديجا كيما يقول لك في الجانب اللغوي برك ما يقدرش. ومن بعد كي رحت حوست مليح انا على المعلومه، طلعت البيان تاع الوزير اللي بعثوا للجامعات، واش لقيت واش قال لهم؟ قال لهم فينالمون ماشي اللغه تاع التعليم اللي راح نبدلوها، قال لهم جوست في الورق تاعكم في ليزا في لافيشاج تاعكم تبدلونا لونتات، يعني رانا في العبث.
هنا تشوف باللي ما كاش جديه، شر البليه ما يضحك، يعني فوالا كاين امر يضحكك وكاين امر يبكيك. كيما بكري كان يسلل كان يضحكنا سلال، واحد الوقت داها الفلاق، فلاق يدير سكتش الناس ما تشوفوش، مي سلال تشوفو كي يجي سلال راح يهضر، الفاميليا كاع تسقم روحها تشوف باش تضحك. مي او ميم طون ضحكنا وبكينا، علاه؟ باسكو كان يضحك بينا، مي او ميم طون كان يجيب لنا الوقت، كان يجيب بينا الوقت. دوك حنا هذا النظام على بها لازم يتبدلوا كاع، لانه الرؤيه تاعهم كيفاش راهم يشوفوا محدوده، رؤيه محدوده، رؤيه محدوده ما تناسبش الوقت، ما تناسبش الوقت اللي رانا فيه. عندهم مثلا عندهم رؤيه تاع الحرب البارده تاع العهد السوفيتي، نهار كان كانت امريكا ضد روسيا، ما زالت العقيده تاع الايديولوجيا. الان الايديولوجيا ليس لها معنى، الان الايديولوجيا فاتها الوقت. الان دخلنا في عصر المعرفه، دخلنا في عصر المعرفه اللي الان يقدر بلد صغير كما مثلا كاين بلدان صغيره كما مثلا اليابان ولا كوريا الجنوبيه، راهي بلدان صغيره راهي عندها تفوق عالمي واستحواذ عالمي على تكنولوجيات كبرى. دوك تكون عندك الرؤيه الان، ماشي كما بكري غير السلاح والدبابات وعدد الجنود اللي عندك وكامل تكنولوجيا، عصر هنا دخلنا في عصر المعرفه. دوك لازم يكون التغيير، لانه هذو الناس ما راهمش تاع هذا، تجاوزهم الزمن، تجاوزهم الزمن في من كل المجالات. نروحوا فاصل ونعاود نولوا. سي بوعلام عمورة، مازالك معنا سي بوعلام؟ نعم. استاذ بوعلام، يعني منذ يعني انطلاق ثورة البسمة 22 فيفري، يعني صرا ما يسمى بالقطيعة بين الشعب وبين النظام والسلطة وكل يعني كل رموز الفساد، لكن القطيعة أيضا وانعدام الثقة مش من جهة النظام فقط، حتى في من جهة بعض الأطراف السياسية أو الأحزاب السياسية. يعني كيفاش ممكن نعاود نرجعوا هذه الثقة بين الشعب وبين خاصة بعض الأحزاب السياسية؟ شكرا. حنا ما نلموش يعني بزاف لاقصى حد الاحزاب المعارضه اللي يسموهم المعارضه، لان لازم واحد الانسان يدرس موقع واقع السياسه في الجزائر وواقع هذه الاحزاب والنقابات والجمعيات، لان نحن نقابه وطنيه او نقابه مستقله في عهد الجزائر الحرة، عشنا ضغوطات وشفنا عرقلات بالنسبة لهذه الأحزاب، وكنا في أحزاب في بداية التسعينات، شفنا غير في الآونة الأخيرة لكي يعني حزب معين يقوم بنشاط لازم له يطلب رخصة من الإدارة، من إدارة يعني حزب وطني لازم يروح لرئيس الدائرة أو الوالي باه يمد له الرخصة من أجل قيام بنشاط يعني بسيط جدا. يعني هما كذلك، حنا هما يتحملوا جزء من المسؤولية هذه الأحزاب، وكنا معاهم لأن ما كانوش يكونوا المناضلين تاعهم لليوم، إذا كان كونوهم اليوم هما اللي لازم يرفعوا هذه المطالب. وسمعت لكم انت يا استاذ المحترمه كي قلتي باللي الناس في الشارع ما راهمش يرفعوا الصور تاع رؤساء الاحزاب الى اخره، شفت يعني حسين حمد الله يرحمه لان كان انسان نظيف وعنده تاريخ
وعنده يعني ماضي فوري كبير ومشاش مع النظام. سي بوعلام، سي بوعلام راك تسمع فيا، المشكل الان انه فيه بعض الاحزاب راي تنادي الى بعض المبادرات السياسيه، لكن المشكل كما قلت يعني ما فيش، ما بقاش فيه ثقه، الشعب ما عادش يثق في هذه الاحزاب، وكما قال كريم قال لك يعني هذه الاحزاب ربما اغلبها فقدت المصداقيه. طيب كيفاش يعني ممكن لهذه الاحزاب باش تسترجع تعاود تسترجع المصداقيه نتاعها، باش نروحوا لانه لما نقولوا حوار وطني شامل لازم يشمل الاحزاب، لازم يشمل المجتمع المدني ويشمل يعني كل الاطراف. نعم انا موافق معاك، لازم يكون حوار شامل احتوائي انكلوزيف، نقصيو حتى واحد، لكن نقصيو الناس اللي كانوا مع هذا النظام وبانوا الى اخره. الثقه راحت، الثقة راحت بين أعضاء العائلة، بين الإخوة، لأن النظام هذا اللي قام بالسياسة الجهنمية هي سياسة تاع الفرق تسود، سياسة تاع الحرق، حرق الأرض القاحلة. لماذا؟ لكسر كل تنظيم أو نظام مجتمعي. قال لك لازم يكون كل المجتمع واحد يعس الآخر. الثقة كيف تعود؟ رانا قلنا نبنيو جزائر جديدة، لازم هذه الأحزاب تعود إلى القاعدة، لازم لها اجتماعات في المدن، في الشاري تاعهم، في البلديات، لازم نشاط سياسي كثيف ومحاولة يعني سير ما يصرف في الجزائر. لأن الشعب الجزائري في وقت معين منذ 20 سنة نحاولوا هذه تاع فكرة السياسة، كانوا يجريوا كاع ضد الفساد، اسمحوا لي الناس، لكن بزاف من الناس يقول لك ينوض الصبح ويحوش ويقول لك ندير آثار واش يسرق. من التربية راحت، أنا سمعت أستاذ كريم يهضر على لونجلي على معناتها نهضروا على المدرسة الجزائرية اللي تعنينا بالدرجة الأولى. نعم القطاع، قطاع التربيه والتربيه في الجزائر كسروها التكسير يعني تاع الزجاج، وهذا يعني بالعاني، لان اذا كونا غادي نوصل الثقه، هي كذلك الثقه، اذا وصلنا الى تكوين جيل يعني مربي منظم وراه يعني عاقل وعنده دبلوم، ما تكونش مشاكل بين الناس في المجتمع، ما يكونش العنف، ما تكونش عنصريه، لكن هما ضربوا الجزائر في قطاع التربيه. الثقه صعيبه باش تولي، لكن كما يقول لك غير مستحيل، وشفنا بان الجزائريين كي خرجوا ايام الجمعه معاملات الجزائر بيناتهم يوميا، احنا نتنقلوا يوميا ونشوفوا بانها تبدلت، والناس تطلب السماح من الاخر ويقول له خويا والله غير تجوز انت الى اخره، والسرقه نقصت، وشفنا يعني تربيه شفنا. لكن كما قال الاستاذ على الانجليين بدلوها بين عشيه وضحى، لا كذلك ما نقدروش نسترجعوا الثقه بين الجزائريين في شهر شهرين او سته اشهر، رانا نخدموا فيها، والقنوات التلفزيونيه المحترمه كما المغاربيه ياسر راهم يقوموا بهذا العمل، لان التلفزه كذلك مهمه، يعني تولي الناس بيناتهم الخاوه والتضامن الى اخره. شفنا باللي فيه الثقه ايام الجمعه وبين الشعب الجزائري، يكفي فقط ان كل حزب يعني ياخذ قسطه من هذا الشعب ويمشي من اجل جزائر ديمقراطيه وذات عداله اجتماعيه واحترام بين الجزائريين، ولا للعنف ولا للعنصريه. يعني هو نقول لك هي مشكل تاع بيداغوجي لكي نسترجع الثقه بين الجزائريين اللي كسروها، كسروها منذ 10 سنين، خاصه 20 سنه الماضيه. هذا النظام برئاسه رئيس العصابه بوتفليقه كسر كل خيوط تاع المجتمع الجزائري، العائله، الخاوه، السلم اللي كان عندهم، التضامن بين الجزائريين. للاسف الى زمننا بالك
كما قال الاستاذ 10 سنوات باه نوليو يعني الجزائر فيه احترام اكثر، في تكون منافسه سياسيه، لان لا توجد ديمقراطيه بدون احزاب سياسيه، لكن ليس بهذه الطريقه. يعني 65 غير مقبول في الجزائر، يوجد اكثر من 65 حزب ل 40 مليون جزائري. ما امريكا 350 مليون نسمه عندهم حزبين او ثلاث. يعني هي سياسه يعني فرق تسود. بوتفليقه في 2012 حل قائمه الاعتمادات لاحزاب، كاين احزاب ما عندهمش منبا بلديه وعنده راه عنده يعني اعانات والديبيتي ويدخلوا في القنوات ويسبوا في الناس. هذا هو التكسير، هذا لازم له الوقت كذلك من اجل اعاده كل هذه يعني لي بتي مورسو هذيك الصغار اللي تكسروا، لازم نجمعوهم بيناتهم باه تولي جزائر واحده موحده ويكون فيها الاحترام وهي كافيه لكل الجزائريين. طيب استاذ بوعلام قعد معنا كريم، في وقت وين الحراك راه يصر على رحيل كل المنظومه، فيه بعض الشخصيات التي تحسب على المعارضه، مثلا كلام علي بن فليس الاخير اللي قال يعني او اضحى يرى ان في رحيل بدوي حكومته الشرط اساسي لنجاح الحوار الوطني، بينما كريم يونس فهو يرى يعني أن نجاح الحوار يكون بتنحية بدوي حكومته والإبقاء على بن صلاح. كيفاش يعني تفسر أنت هذا التذبذب في المواقف؟ هل يعني بدأت التنازلات ربما؟ يعني هذا الكلام ثاني لازم نتحمل المسؤولية تاعو شخصيا. أنا بن فليس بالنسبة لي ما راهوش يحسب على المعارضة ولا يحسب على الحراك، رغم انه راهو حاب يركب الموجه تاع الحراك وراهو حاب يفرض روحه وكانه ناطق رسمي بالحراك وكانه هو هذاك الشخصيه الوطنيه التاريخيه اللي راهم يحوسوا عليها الجزائريين. انا بالنسبه لي بن فليس كان بكري وزير اول وخدم مع بوتفليقه بن فليس وبريزونتا روحه شحال من خطره ضد بوتفليقه، دونك هو توجور كان في النظام رغم انه خرج مع بوتفليقه، مي جامي لكان في صف الشعب. انا واحد جامي شفته، بالك انا ما نتبعش مليح، لانه هذا بن فليس مثلا نهار خرج في 2004 ومن بعد هذيك ما زادش بان كاع حتى 2014، يبان لنا غير وين تكون الانتخابات اللي يشم روحه قادر يدي فيها حاجه، كي ما يديش حاجه ما يبانش. وين شفناه قبل الحراك؟ بن فليس كاش نهار شفناه خرج كاش واحد، كاش نهار شفناه خرج، نهار خرج والطبا في الطريق، بن فليس خرج معاهم، علي يحيى عبد النور خرج معاهم. بن فليس خرج معاهم هذاك النهار، دا القزوله بن فليس من عند لابوليس ما داهاش، دونك الناس اللي هذه المعارضه ماشي بطاقه، سي با ان جوتون، سي با ان تيتخ نلصقوه هنايا، سي با ان باج، بخوان باج معارضه ونحطوه. نحطوه ونقولوا بلي احنا رانا معارضه. كيف هذا كريم يونس ثاني كيف كريم يونس الناس كاع على بالها بلي كان وزير من قبل وكان هو الرئيس تاع البرلمان وعلى بالنا بلي خدم مع النظام، ومن بعد الى خطره الى ومن بعد جبدوه ولا خرجوه قعد في الكوليس ما بانش كاع، حتى اليوم عاود ولا زاد حط روحه ثاني يقول لنا واش راح نديروا ابسون بوندون كان بورتي ديسباري بوندون 15 سنه، ومن بعد يجي اليوم يقول لك انا هاي لك واش لازم واش لازم. ديجا هذوما لازم هما نورمالمون هادو عباد اللي كانوا مع النظام هكايا سورتو اللي ديباساو السبعينات، سورتو اللي ديباساو السبعينات نورمالمون كي يشوفوا ناس شباب تاع 20 سنه 25 سنه 30 سنه يخرجوا يطالبوا بالحقوق تاعهم، نورمالمون الادب واللياقه نورمالمون لازم ما يهضروش بزاف، لازم يخلوا الشباب هو اللي يهضر، ويلا حبوا يديروا حاجه يقدروا يعاونوا بالك شباب باش يبانوا، يقدروا ينصحوا شباب، مي باش يفرضوا روحتهم وكانهم هم الحل للازمه، يبقى نقول لك هما راهم داخل الازمه، راهم في المشكل ماشي في الحل، وراهي كلمه يتنحاو كاع مام هما تقيسهم ثاني، مام هما يتنحاو كاع، لانه الشباب لو خارج دوكا راهو حاب تغيير جذري، كي جاب الماضي للفريق الوطني، بالماضي الى مانيش غلط ماشي في عمره 70 سنه بالماضي، بالماضي نجح مع الفريق الوطني لانه كما قلناها في بلايص واحد اخرين لانه ابن وقته، لانه سي لوم دو سون ايبوك، الرجل المناسب في المكان المناسب، لانه الرجل المناسب
في المكان المناسب يعني دارس يعني هو ديجا رياضي هو جوار تاع فوتبول وزيد قرا على لونطريمون وصح ما عندوش شرعيه تاريخيه اللي كيما اللي كانت عند ماجر بكري ولكن بالماضي نهار جا بدل الامور دار التغيير دونك غيرنا راجل الفريق الوطني بنفس اللاعبين مع ماجر كان مكولي كي جاب الماضي عاود طلع وربح كاس امم افريقيا هذه هي مي حنا دوكا الحراك راه يقول لك بلي حنا انا حابين تغيير جذري وانا حابين قطيعه مع النظام السابق كيفاش يجي وزير اول في النظام هذا يعاود يجي يقول لك انا هو الحل يقولوا البنفليس يروح للانتخابات شحال راح يدي يقولوا له يخرج نهار الجمعه يخرج نهار الجمعه يروح لا غوند بوست يهضر مع الحراك سي بون اللي حاب اللي حاب يهضر باسم الحراك يروح يخرج نهار الجمعه مور صاله الجمعه ما تكلفلوش في الجي سونت يروح الاودا سي فاسيل يروح الاودا يشوف شباب تاع الحراك كيفاش راح يستقبلوا كريم يونس كيف كيف الا راه حاب يهضر باسم الحراك يروح يروح نهار الجمعه يحكم ميكرو يلبس الكوستيم تاعو ويهضر مع الشبيبه يشوف كيفاش راح يستقبلوه حان الوقت شوف يا الاخت ناصيه الا حبينا الا حبينا نديروا التغيير الجذري صح التغيير ما راهوش غير بالعيبات ماشي غير باوجه النظام ولكن مام الاوجه هذه ساكونت ثاني لازم نديروا التغيير بيان سور في الفكر في الرؤيه في الوجهه السياسيه للجزائر لازم نبداو نخمو شنو هي الجزائر تاع 2020 واش راني حابين تكون الجزائر تاع 2030 تاع 2050 جزائرنا بعد البترول لازم نبداو نخمو لها ولكن باش نخمو لها لازم اوموا نعطوا الفرصه للناس اللي قادره تعيش حتى 2030 ولا 2040 ولا 2050 ماشي نحطوا ناس دوكا عندهم بالك كيما يقول لك ليسبيرونس دو في ماشي كيفاش يقولوها بالعربيه الله اعلم ليسبيرونس دو في تاعهم لي دو 6 mois بالك كيفاش راح نمدوا لهم المستقبل تاع بيت خلاص عينا منهم لازم يخلوا الشباب كاين شباب قاريين في كل المجالات في المجالات الاقتصاديه عندنا اساتذه جامعيين عندنا مفكرين عندنا محللين عندنا كتاب عندنا رياضيين عندنا الشباب مملي ما قراش مملي ما قراش عنده بلاصتو في هذه البلاد وعنده كاين اللي ما قراش وبلاك كاين وطني يحب البلاد وحاب يخدم على بلاده وعنده بلاصتو في المجتمع هذا الحراك مثلا اللي راهي النخبه تهضر عليه بزاف انا كاين حاجه تجينيني كي نهضروا بزاف على النخبه وهذو هذه النخبه السياسيه كيما بنفليس النخبه السياسيه كيما كريم يونس الحراك خرج من الملاعب الحراك خرج الاولين اللي رفضوا الاغاني تاع الحراك قبل 22 فيفري الاغاني اللي راه يمشي بها الحراك دوكا كانوا يغنوها الناس ماشي في البرلمان واحد ما غناها في المجلس الشعبي الوطني المجلس الشعبي الوطني كانوا يغلقوه بالكادنا وياكلوا بدراهم الشعب غناوها الشباب غناوها في ليفيراج في ليستاد دونك هذا الحراك حراك تاع الشباب الجزائري تاع الشعب الجزائري واللي كان غائب عن الساحه السياسيه ماشي اليوم يلبس لنا كوستيم وكرافات ويجي يفرض روحه علينا وكانه النخبه النخبه الان راهي في الشارع واللي يحب يفرض روحه كنخبه على هذا الشعب لازم يسيها نهار الجمعه على الزوج كما قلنا لكم اللي يرحب به الشعب كانه نخبه مرحبا به جميله بوحيد كي تروح الشبيبه يسلموا لها يسلموا عليها يغطيوها بدرابو تاع الجزائر ويفتحوا لها الطريق انا ما شفتهمش يديروا هذا الشيء لكريم يونس ولا البنفليس نروحوا فاصل ونعاود نولوا أستاذ بوعلام عمور أكثر الحديث هذه الأيام ولا السلطة يعني إصرار السلطة على إجراء الانتخابات في أقرب الأجال ويعني قبل أمس كان فيه تصريح من طرف يعني السفير الفرنسي بالجزائر لجريدة إلكترونية ماغريب انتليجونس وهو أيضا قال أنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة أو ما سماه هو الانسداد ولتفادي أي انفجار يعني لازم البلاد تروح لانتخابات في أقرب وقت شكرا شكرا بالنسبة للانتخابات قلنا لا ليس هناك ديمقراطية بدون أحزاب
وليست هناك ديمقراطية بدون انتخابات، لكن للأسف ونعودها لألف مرة، الانتخابات تكون في جو هادئ ملائم دونس كريمة دابزمون. اليوم شفنا جزائريين راهم مسجونين تاع الرأي، مجاهدين كبار ماشي مزيفين راهم في السجن. كيف نروحوا للانتخابات والامور هذه لم نفريناهاش؟ ويعني لازم حسن النيه من هذا النظام والسلطه الحقيقيه، يعني ما يقدروش يديروا جهد صغير، هذا ماشي جهد كبير، يعني يسرحوا لهذا السجناء، يطلقوا سراح هذا السجناء وخلاص ما نهضروش عليها، ويقول لك خلاص احنا بالك ما يقولوش غلطنا، هزيناهم كما هزينا بعض الناس وغلطت العداله ويخرجوهم. واش داروا هذو الناس؟ ما داروا والو، ما كسروا، ما حرقوا، ما نهبوا، واش داو مليارات؟ ما داوش مليارات، ما سمعناش بهم. دونك حسن النيه كالدوله، الدوله حاجه كبيره، الدوله كي تقول على الدوله ما تقدرش تسمح لولادها تسامح. مالك دونك اليوم يجي يقول لك ندير انتخابات، انت ما تقدرش تسمح لوليدك غلط، قول له غلط وليدك، ما تقدر تسمح له وتطلب مني انا نروح ندير انتخابات ومعناها راه النيه تاعك راهي تكون انتخابات مزوره. بالنسبه للسفير الفرنسي نقول له يعني لو يعني يتكفل بالامور تاع فرنسا مع لي جيلي جون على سبيل المثال، ما عندنا اي دروس كجزائريين. والاستاذ اللي راه في البلاطو كريم قال باللي الشباب الجزائري واعي، وشفنا في كل الجمعه والطلبه يخرجوا كل الثلاثاء، ما شفنا ولا ورده تقاست، ما طلعوا، ما شفنا ليس لا ورقه تاع الشجره يعني طاحت. نقول له بان انتم راكم متورطين وكنتم منذ زمان في الجزائر، واش صرا في الجزائر؟ لان هذو الناس راهم دفاع، راهم حمايه، عندهم حمايه من طرف فرنسا، وفرنسا وكل بلدان اخرين، واحد اخرين تاع الخليج ولا العالم ككل، امريكا، كل واحد راه يحوس على مصالحه الاقتصاديه البحته. لا يهم لفرنسا ولا لامريكا ولا للامارات ولا اي دوله اخرى ان تكون هناك ديمقراطيه حقيقيه في الجزائر. الشيء الوحيد اللي يهم كل البلدان هذه هي مصالحها، كل واحد يدافع عن المصالح من البترول والغاز والفوسفات ولا الى اخره، والتموقع كذلك الجيو استراتيجي. حنا نطالب بان اذا كان هذه الشعوب ماشي هذا السفراء والرؤساء تاع البلدان، اذا سندت الشعب الجزائري كما احنا رانا نسندوا الشعب الفلسطيني او الصحراء الغربيه، وكانوا يساندونا الشعوب تاع امريكا اللاتينيه كي كنا في الثوره الجزائريه العظيمه، اكبر ثوره يعني في العالم، نطلب من هذه الشعوب تساند الشعب الجزائري من اجل استرجاع الاموال اللي سرقوها هذو الناس على سبيل المثال، وراهم فيلاوات وشراو في بلدان تاعهم. يقول لي هو يحوس على مصالح، يقول لك لازم نروحوا في اقرب وقت الى انتخابات رئاسيه، لانه ما يحوسوا ماشي على مستقبل البلاد، مستقبل الجزائر، راهم يحوسوا على مع من يديروا البزنس، تدو بزنس، هما راح يديروا البزنس، لازم يكون لهم واحد زعما لو ينتخب، لو هذا الرئيس ينتخب ب1% من اصوات الجزائريين، لان قلت بالظروف هذه لا الجزائريين ما يروحوش للانتخابات كما رفضوا تاع 4 جويلية، ونحيي كل الشعب الجزائري، راهم يرفضوا الانتخابات الجايه اذا بقينا في نفس المناخ المتعفن وفي نفس يعني التعنت هذا النظام اللي ضيع لنا للجزائر أكثر من الآن أكثر من 4 أشهر. لو رحنا للحوار لا خرجنا الجزائر منذ 4 أشهر. دونك لا خوف على الجزائر، كي نهضر هكا لا خوف على الجزائر، عندها مؤسستها، عندها الموظفين تاعها والبسطاء إلى آخره، راهم يتكفلوا بأمور تاع الدولة. أما بالنسبة للبلدان الخارج
فانهم هما يحوسوا على من يديروا البزنس مصالحهم الاقتصاديه. سي بوعلام مضطر ناخذ منك الخط، ابقى معنا نعود نقولوا ليك. جاءنا للتو خبر، يعني هذا الخبر موجود في جريده تي اس كل شيء عن الجزائر بالعربيه، تقول انه رئيس الدوله بالنيابه عبد القادر بن صالح استقبل اليوم الاربعاء 25 جويليا اعضاء الهيئه المكلفين بقياده الحوار والوساطه وفقا لما نقلته اذا تي اس كما قلت. هذا الاشخاص هما كريم يونس اللي راح يترأس هذا الهيئه، فتيحه بن عبو، اسماعيل الماس، عز الدين بن عيسى، الازهاري بوزيد، وعبد الوهاب بن جلول. مازال الحديث كريم عن الحوار، هذا الحوار اللي يشوفه يعني معظم المحللين انه يعني حوار مفخخ. نعم هو حوار مفخخ لانه لا يقبل شروط الحوار، ماهوش يقبل يعني لي كونديسيون اللي الحوار اللي الشارع راهو حاطها. وثاني حوار مفخخ لانه هو راه راهم يخدموا فيه باستعجال، هم حابين يمبوزيوه يعني رابيدمون على الشعب، وكانه هو الحل العجيب، هو الحل العجيب اللي راح يدينا داير يدينا للصندوق العجيب باش يخرجونا الرئيس اللي حابين يخرجوا الرئيس العجيب. هذه هي هذه 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 العباره تاع الصندوق العجيب. احنا انا نفضل نهضر كيما يهضر الشعب الجزائري باش يفهموني، لانه مام كلمتي تنحاو كاع جات من هذا الشيء. كنا قادرين نهضروا بالك بطريقه بلغه خشبيه بمصطلحات اللي ما يفهموناش بهم الناس، لكن الان في المنبر اللي رانا فيه احنا الان انا ماذا بيا يفهمني جميع جزائري. الشعب راهو خايف يروح للانتخابات لانه على باله باللي في الحاله اللي رانا فيها راح تكون كما العاده، سيتادير انتخابات تاع صندوق العجب ولا صندوق العجيب، يحطوا واش حبيت يخرجوا هما واش حبوا هما. علاش؟ كيفاش تروح للانتخابات الان؟ خاطرش الحوار هذا هو المبنى تاعو، هذا هو الهدف تاعو، الحوار هذا راح يتندار على مكتاش راح نروحوا للانتخابات في اسرع وقت ممكن. هذا ما كانوا شام يقولوا لكم، ما قالوكش راح نتحاوروا مثلا واش معناتها كلمه يتنحاو كاع، وعلاش راكم حابين يتنحاو كاع، ولا كيفاش؟ هما يقولوا لك راح نديروا حوار باه نروحوا للانتخابات. دايور هذه ما هذه اللجنه اللي استقبلها الان بن صالح على يترأسها كريم يونس. ونلاحظوا يعني هنا كان تلاعب خطير، نهار خرجت هذه لا ليست تاع 13 وحنا قلناه في بلايص واحد اخرين بلي حيصرا وحوصرا يعني مدوا اسماء تاع شخصيات وطنيه نزيهه، ما كانش على علم يعني ديجا الاسلوب غير اللائق، الاسلوب ديجا فيه كما يقولوا بالدارجه فيه التلاعب فيه التمسخير، تدير حطوا اسماوات تاع الناس عمروا بهم الصاله كما يقولوا ما شاوروهمش. حطوا الاسماء كما الابراهيمي جميله بوحير، الابراهيمي وجميله بوحير قال لهم بلي ما سمعناش مام با بلي كتبوا اسماواتنا، وها من فاو في زوج قال لهم بلي احنا ماناش معاكم. زادوا حطوا بوشاشي مصطفى بوشاشي المحامي هاو كيف قال لهم بلي لازمنا شروط وعطى لهم الشروط تاعهم. لالماس راني متفاجئ كي شفتو راح اليوم مين نشوفوا، باسكو هو حط شروط ثاني، هو ثاني حط لهم شروط قال لهم ما نجيش الا ما كانش لي شروط، دونك ما على بالناش اسكو كيفاش فراوها. لكن المفيد هو انه جميع الشخصيات النزيهه اللي كانت في هذه لا ليست للشخصيات الوطنيه اللي يحبها الشعب الجزائري لوقين ما نعرفهمش كاين اللي فيهم مجهولين ما راحوش، دوك هنا راحوا باللي بقاو وعطاوها. ودايور شكون اللي كان يديرونجي في هذه اللائحه هذه هو كريم يونس، هو اللي كان الناس ماشي عاجبه، وانا شفنا بلي هو اللي عطاو له الرئاسه تاع هذه الهيئه. دونك يروح بوجه من وجوه النظام، ميم سي كان في الكوليس عندنا بزاف ما شفناش، يروحوا باش ينيغوسيو بوجه من وجوه النظام على الانتخابات. مكتش تكون الانتخابات باسرع وقت. ونذكر المشاهد الكريم باللي رحنا الانتخابات هذه، تنظمها في الاخر الولايات الدوائر والبلديات، والارندي والافلان عندهم 1300 بلديه على 1542، ثم عندهم الاغلبيه الساحقه. فوالا الى الناس عندها ثقه في الافلان في ممثلين تاع الافلان وممثلين تاع الارندي الرندو كما يقولوا، يروحوا يفوطيو معاهم. هاوليك المشكل، وهنا اللي راح يصرى مشكل، لانه هذه الانتخابات لو كانت تكمل هكا راح يديروها بدون الشعب، راح يديروها بدون الشعب، لانه الشعب الان اعطاها ديجا دو زيليكسيون كما يقول لك الانتخابات تاع 18 ابريل اللي كانت راح تكون فيها العرس تاع الوحده الخمسه كما كانوا يقولوا، ما صراش. علاش ما صراش؟ باسكو الشعب اللي طيحها به
والانتخابات الثاني العرس المزيف الثاني تاع 4 جويلية اللي الشعب الجزائري رفض باش يروح ليه. وانا نقدر ناكد لك من ذوق باللي لو كان يزيدوا يحطوا دات هادو الوجوه هذوما الشعب ما راحش يروح ليها، لانه الشعب خلاص عيان منهم، لانهم هما داروا غلطه كبيره مع الشعب الجزائري، هو انه ما احترموش حتى مبدا من مبادئ التلاعب، ما احترموهاش، تلموه بالك ما قراوش مليح ولا كلاوها كاع، نحاو كلش، خلاو الشعبي خلاوه روده حديده كما نقولوا، ما عندهم والو. دونك الشبيبه هذه على بالها باللي ما راحش يجيها الخير من الافلان والارندي، ميم سي لو كان يبدلوا لك وجه ولا وجهين على بالهم اللي ما راحش يجيها الخير منهم. دونك الانتخابات هذه انا بالنسبه ليا كما يقول لك سي تان مغني، ما عارف كيفاش يقولوها مغني، اللي هذاك البيبي اللي يزيد ميت هكا هذه. استاذ بوعلام عموره، ما على باليش الا سمعت يعني الخبر اللي قلته من قبيل. نعم. واش رايك انت يعني مازال الاصرار على الحوار رغم يعني المحللين السياسيين وحتى الحراك وحتى الشعب يعني يشوف انه هذا الحوار هذا مفخخ وما رايحاش يعني يجيب لنا الجديد؟ شكرا. دوك انا واش نقول لك، كي نسمع يقول لك كريم يونس هو يترأس هذه المجموعه ولا البانيل الى اخره، شكون كلفوا؟ هل كانت انتخابات؟ باسكو حنا نمنوا بالديمقراطيه، ارضعناها من الثدي تاع امهاتنا الديمقراطيه. هل هذه الشخصيات 13 هل داروا اجتماع؟ هل كلفوه؟ كيما تجيب لي واحد هكا وتقول له انت رئيس وراهم 13 وانا سمعت وقيله 5 سماوات اذا كان صح راحوا. ستة أسماوات أستاذ بوعلام نقولهم لك: كريم يونس، فتيحة بن عبوس، إسماعيل الماس، عز الدين بن عيسى، الزهري بوزيد، وعبد الوهاب بوزيد. راهم ستة من أصل 13، ما راهمش ميبا أغلبية، لكن إذا كانوا يروحوا لازم يروحوا كاع كيف يقول لك، يروحوا كاع يرعلوا، إذا يروحوا للرئاسة يروحوا كاع، إذا لازم يعني نقول هذا رئيس لازم انتخاب. رئيس تاع اللجنة ولا المجموعة، هذا يبين خلفية هذا النظام اللي يخرج هذه اللي عرفوها هذا العام اللي يقوم به في كل خطرة، يخرج لك اسم ويدير به ضجة إعلامية باه الجزائريين راح يقبلوا، لكن نقول لك ما نقبلوش، أنا ما ندخلش في أمور شخصية. قلت لك كريم يونس من بجاية وأنا من أكساده ونعرف تاريخ الثورة الجزائرية، لأن أكسادو هي البيسي دو ولاية طروا، مركز العمليات للثورة الجزائرية. وعندي 4 أيام وأنا كنت يعني تناقشت مع مجاهد غير مزيف، الحاج طاهر، نقول الحاج طاهر، وقال لي كلام كبير. دونك اليوم احنا ما راناش نقبلوا كشباب، ما رانيش شاب يعني شاب، لكن ما راناش نقبلوا باه نتلاعبوا مرة، الناس هادو يتلاعبوا مرة أخرى بمصير الجزائريين، ما راناش نقبلوا برسكلة أعضاء هادو تاع النظام القديم، وشفنا واش داروا، شكون اللي وصلنا لهذا الوضع؟ فلان ولا رندي، وراهم بيناتهم ما تفاهموش، واليوم يجيبونا وجوه، وكان كانت وجوه نظيفة، الثورة الجزائرية يعني خدموها ولا خطوا لها شباب تحت 18 19 سنة، أكبر منهم بالك مات في عمره 27 سنة. حمو عميروش الله يرحمه كان 18 سنة، راح من أكفاد ولاية ثالثة إلى تونس. كفانا من تقليل من الشباب الجزائري، وشفناهم يكون يعني خطر على الجزائر راهم متواجدين. كفانا من الناس هذو، نقول لهم انتوما قدمتوا مليح، ديتوا سرقتوا، الله لا يسهل عليكم، الله لا يسهل عليكم، خليوا الشباب الجزائري يبني مستقبل. وكاين شباب، كاين الناس غير متورطين، كاين الناس في وقت تاع الديكتاتوريه ومازال كانوا يناضلوا ودخلوا السجون وكانوا يعني خرجوا سرعوه من العمل تاعهم لانهم كانوا ضد هذا النظام. واليوم نشوف الناس وصلونا الى النقطه هذه، الجزائر اللي كانت غنيه اللي راهي شاسعه اللي كانت تقدر ب
لا بوزيسيون جيوغرافيك تاع الموقع الاستراتيجي الجغرافي لها ان تكون هي جوهرة افريقيا. وصلونا البلاد الى النقطة هذه لا نسمع احنا شوف ما نسمح لهمش والشعب الجزائري ما راهمش يسمحوا لهم باه يتلعبوا مرة أخرى بمصير الجزائر. كفانا يدخلوا للديار تاعهم ويخليوا الشباب وكاينين يعني كفاءات نساء ورجال في كل القطاعات ونعودها مرة أخرى ليس هناك خطر على الجزائر. أستاذ بوعلام كلمة ختامية لو سمحت ما بقاناش بزاف الوقت. شكرا. أنا نطلب من كل الجزائريات والجزائريين غدا كذلك رغم الأعراس الناس عندهم أعراس رغم الحرارة رغم العطلة لبعض الناس اللي خرجوا ولا نطلب منهم الخروج بطريقة سلمية 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 إلى المظاهرات ونبقى سلميين وتبقى خوا وإن شاء الله الإفراج قريب. شكرا بوعلام عمورة نقابي. نتلاقاو إن شاء الله في مواعيد أخرى. نذكر السادة المشاهدين أنه رايحين نفتحوا الخطوط باش يتصلوا يتواصلوا معنا كريم يعني في خضم كل هذه الأحداث اللي صارت هذا الأسبوع. أنت كيفاش يعني تتوقع الجمعة 23 غدا إن شاء الله؟ أنا نتوقع باللي الجمعة 23 راح تكون كما الجمعات اللي فاتوا يعني يكون حضور قوي وقوي جدا للمتظاهرين لانه شك فوا النظام هذا يقترح حاجه وهذه الندوه هذه الممثلين تاع هذه الهيئه راهي حاجه واحده اخرى. انا متاكد باللي ما راحش تعجب للشباب تاع الحراك وباللي الرد راح يكون نهار الجمعه ان شاء الله على هذه الهيئه اللي تراسها واحد كما كريم يونس اللي كان هو في النظام سابقا. دونك الجمعه 23 راح تكون فيها اون غود موبيليزاسيون راح يكون الغاشي كما نقولوا كما قال الاستاذ بوعلام عموره يعني رغم بالك الحفلات اللي راهم في هذه اليامات رانا في الصيف على بالنا بلي كاين السخانه كاين درجه الحراره راهي فريمون كاين بزاف مي راح يكون تواجد بالك الشخصيات بالك الناس اللي بالك مسنين كبار بالك المرض بالك ما يقدروش يخرجوا مي الشبيبه راح يخرجوا وثاني في الصيف مام الحراك الا يكمل هكا الهضره تاع الصحراء هي في سبتمبر حنا رايحين نوجدوا لهم باسكو حنا خلاص الشباب فهم باللي هاد الناس اللي عندها اي نيه باش تروح فهم باللي هادو الناس ماهمش حابين حنا نريحوا في الشارع حتى هما يفهموا باللي يا ولدي رانا نهضروا عليهم هما يتنحوا كاع هما دونك حنا ما عادش نحبسوا لازم يروحوا ما يقدروش الحل ما يقدرش هما يقدروا يعاونونا في حاجه هما انهم يقبلوا انهم يدخلوا في حوار ولا في تفاوض جاد يقبلوا ديجا الشروط اللي الشباب راهو حاطها اللي الحراك راهو حاطها واللي هي كما قلنا مع نعاودوها الف خطره هي انهم يفرجوا على جميع السجناء السياسيين وسجناء الراي يرفعوا الضغط على الشعب كي يخرج يتظاهر يخليوا الساحه السياسيه مفتوحه للناس اللي راهي حابه تخدم بجديه وثاني يحبسونا الضغط اللي راهو يديروه علينا وعلى الشعب الجزائري ويحبسوا سياسه الاستحمار اللي راهي عيات الشعب الجزائري وراهي هي اللي تشحن فيه استادير دوكا حنا عندنا ميم يكون بالك يكون كالشاب دوكا يكون عيا شويه يقول لك والله غير واقيلا راح نحبس يسوفي يدخل لدارو يزابي يشوف ما عادش نعطي اسمه تاع القنوات مي يشوف قناه ولا زوج يعاود يتنير فيقدر وحده يخرج يتظاهر ماشي الجمعه يخرج وحده بالاربعه ولا بالخميس تقدر هذه القنوات هذه زعما القنوات الخاصه اللي راهي تستحمر في الشعب الجزائري كيف لازم يولي يخليو الاعلاميين المحترفين الجادين اللي عندهم الاحترافيه يخدموا اخلاقيه المهنه واخلاقيه المهنه يخدموا دونك فوالا كي يقبلوا هذو لي كونديسيون الشعب راهو متمسك الوطني البطل الوحيد والوطني الكبير هو الشعب الجزائري ما كاش اللي يجي يتغالى اللي يجي زعما يلعبها هو وطني اكثر من الجزائريين ولا يعرف زعما مصلحه البلاد باسكو شاب راسه ولا يعرف مصلحه البلاد اكثر من الشعب الجزائري ولا دونك لازم الان نخرج من هذه العقليه تاع الابويه اللي هضرنا عليها بزاف ثاني هذه الابويه اللي ترفض يعني حق تقرير المصير للشباب ولا لفئات
واحد اخر من المجتمع، لانه الابويه ما على كاين ناس، كاين ناس غالطين كيفاش فاهمينها، عن بالهم الابويه كينهضوا على الابويه، عن بالهم باللي كاين غير لو رابور داج، تسمى الابويه واحد كبير كيتحكم في واحد صغير، لا، الابويه عندها وجوه واحد بزاف، مثلا واحد غني كيتحكم في واحد فقير، مثلا واحد عنده قاري في الجامعه كيتحكم في واحد ماشي قاري في الجامعه، مثلا واحد كبير من جيل قديم كيتحكم في واحد من جيل صغير، مثلا واحد كي تكون عنده سلطه مسلحه كيتحكم في واحد اعزل. هذه وجوه الابويه، الابويه عندها بزاف لي فيزاج، والشعب راه فاهم هذوك. دونك لازم يعطوا الفرصه للشعب الجزائري انه يستعرفوا به كبطل في بلده وكوطني في بلده، ونعاودوا له على بها الحراك يقول لك باللي البلاد بلادنا ونديروا راينا، لازم الان يسمعوا لراي الشعب الجزائري. كريم قد معايا، راح ناخذ بعض المكالمات الهاتفيه ولا حبيت تعلق عليهم يعني ممكن. عندنا كريم من تلمسان. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. السلام عليكم والسلام على كل طاقم قناه المغاربيه ولا كل محبي قناه المغاربيه. شو الاخت عندي نداء سيد جايدي، نقول لها انت يا سيد جايدي، انا نقول الله اكبر وانت تقول الله اكبر، وحاربنا وحاربنا في وقت التسعينات بما يسمى الارهاب. لهذا اطلب منك التدخل العاجل بتلمسان، لان امور خطيره راه تحدث هنا بتلمسان. انا تكلمت عن قضيه فساد العصابه تهددني في منزلي، ابشع والدتي وهي طرحت الفراش، ولما تقدمت بشكوى لدى مصالح الامن رفضوا الشكوى تاعي، وعندي الادله بالصور والفيديوهات، كل شيء راه مدخول في تلمسان من البلديه الى الولايه، كل شيء يصير بالتليفون، كل شيء راه يصير بالتليفون. والتغيير لا بغيتو التغيير التغييري بدي من تلمسان. الحمد لله حنا نقعدوا احرار وما نبيعوش المبادئ تاعنا ونحافظوا على امانه الشهداء. انا ما خرجت 22 فبراير باش نلعب، انا خرجت من اجل التغيير الشدري. اقسم بالله يا سيد احمد لا راك تسمع فيا، اقسم بالله اقسم بالله وبراس الله، يا المداخلات القادمه نبدا نفتح فيكم عصابه تلمسان بالاسماء والادله. وهذه القناه تسميوها المغاربيه ماشي قناه الزيجو اللي راه تحمي العصابه. وسلامي الحار للمناضل بخوي، ونطلب باطلاق سراح المشرومين الراي عصام وبن حبيب، والسلام عليكم. عليكم السلام كريم. خديجه من عنابه. السلام عليكم على اهل كل الطاقم المغاربيه. عليكم السلام اختي، تفضلي. اولا انا عندي كما نقولوا غير على الوطن، ديما نتبعكم وعن بالك عندي غير 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 ان نتمنى من الشعب هذا ما يقبل حتى واحد، كلهم 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 هذ الاحزاب وشكون عطى لهم الحق يمثلوا الشعب الجزائري؟ انا وحده منهم، يمثلونيش، يمثلنيش سارق، يمثلنيش عميل العميل اليهود والنصارى، يمثلنيش اللي خرب البلاد واللي كلاها. انا نقول ان هذ العصابه من منهمش باللي دخلوا هذوكم السراقين للسجن. لماذا؟ السؤال يطرح نفسه، لو كان صح جاي صالح كما يدعي انه حاسبهم، هو الاول وخالد نزار وولاده يدخلوا الحبس. سمعي فيا؟ انا نسمع فيك الاخت خديجه. وصلت. اولا فخامه الشعب يقول لهم نريد الاستقلال عن العصابه النازيه الدكتاتوريه، احنا كرهنا من بلاد الكوميك بلاد البوباي واوليف، احنا نريد دوله القانون، دوله المفتش كونان، يفهموا ولا لا؟ كرهنا منهم دي غاز، لا للحوار لا للانتخابات. وانا من خرجت من 22 فيفي نبقى حتى اخر نقطه في حياتي، وانا شوفي مهما تعيطوا لكم الشعب ويقول لكم انا ضدهم، انا كما ذاك جاي صاحب بس لي كوستيم، الاولى ليه يروح للمسجد يروح يصلي يروح يغسل عظامه في الحج، يروح راهو سرق البلاد والعباد، راه ولادو كلاو عنابه ما خلاو حتى شيء، خلاو البلاد، ما خلاو المقابر، ما خلاو الاراضي، كلاو الحجره والشجره، يا نمار منهم ما سحقوهمش، نريد الاستقلال. انا هذاك الحراك ما يمثلنيش، ما يمثلنيش، راني نعاودها انا من عنابه، الحراك هذاك ما يمثلنيش وما يمثلنيش خلاص، انا نمثل نفسي، حزبي حزب الاستقلال، حزب الشعب، فخامه الشعب، احنا نقول لهم ديجاج ديجاج ديجاج، ومنهم قايد صالح. شكرا اخت خديجه، شكرا. يعني نستسمحكم يعني ما بقاناش بزاف الوقت. اخر مكالمه عبد القادر سعيده. الو. نعم مساء الخير اخ عبد القادر، تفضل. السلام عليكم، على سلامتكم. عليكم السلام اخي، تفضل.
يا أختي الكريمة، نحن بحاجة أن نفكر في أولوية الأولويات، وأنا مؤمن بأن أولوية الأولويات هو التفكير في إسقاط العصابة الحاكمة وفي تغيير جبهة النظام، وبالإضافة إلى المسيرات السلمية بالطريقة السلمية الحضارية. أنا أقترح على الشعب الجزائري الكريم أن أقوله، يجب علينا أن نفكر في أن نقاطع الدخول الاجتماعي المقبل بأن نمنع أولادنا وبناتنا من الالتحاق بالمؤسسة التربوية، وبهذه الطريقة سيقع النظام الفاشي ليسمح للجزائريين والجزائريات أن ينتزعوا السلطة من السكنة لتعود للشعب. وأشكركم على كلام الإصلاح، بارك الله فيكم. عبد القادر؟ نعم، بارك الله فيكم. كفى وفيك بركة، شكرا. كان هذا آخر اتصال. كريم قعدت لنا حوالي يعني واحد ثلث دقائق دونك حبيت تعلق على هذه المكالمات. أخت خديجة قالت لك نريد الاستقلال، أخ كريم قال لك عينة من دولة التليفون، دونك شفنا يعني الشعب كره من هذا. يعني الحمد لله احنا نشوفوا الشعب، شوفوا المكالمات ونشوفوا يعني المعنى اللي راه يعطيه الشعب الجزائري في المكالمه تاعو ولا في المظاهره تاعو، نفهموا باللي الجزائر راهي بخير، وباللي المستوى تاع الشعب الجزائري راهو طلع، وباللي الان هي هذه النخبه المزعومه، نخبه مزعومه. وانا ناكد على هذا الشيء لانه نهار يكون عندنا وقت ان شاء الله نهضروا بزاف على معنى كلمه النخبه واش هي. هذه النخبه السياسيه المزعومه راهي هي اللي متاخره على الشعب، والشعب الان تفوق وفاتها. لذلك الان لازم الراي تاع الشعب يسمع به. راكم تشوفوا يعني الناس راهم يعني كما يقولوا اتصلوا بنا وتحدثوا بكل عفويه، يعني في الكلام تاعهم راه فيه برامج سياسيه، في الكلام تاعهم راه فيه برامج سياسيه. ناخذوا مثلا مكالمه الاخ عبد القادر هذا الاخير، هو اعطانا فكره رائعه للتصاعد لتصعيد الحراك. هو يقول لنا الاخ الكريم باللي الى ما استجابوش لمتطلبات ولمطالب، الى ما استجابوش لمطالب الشعب في الدخول الاجتماعي في سبتمبر، نديروا مقاطعه وما ندخلوش في الدخول الاجتماعي تاعهم، ونضروا لهم بالظهر ونكشفوهم ونخليهم هكا. كنقول لهم باللي الشعب يجبد روحه، خلاص انتم ما حبيتوش تروحوا، يبقى احنا ثاني ما نلعبوش معاكم، خلاص صاي ما الدخول الاجتماعي ما عادش نديروه معاكم. وهذه ماهيش فكره تاعي، يعني سمعتها الان من الاخ هذا الكريم اللي نحييه هدايا. راكي تشوفي يعني لما يكون عندك شعب بهذا المستوى، لما يكون عندك شبيبة بهذا المستوى، كيفاش يعني نشوفوا باللي جيل فاته الزمن خلاص، حقبته ولت كما يقولوا الي دي نوتخ ايبوك ساي سي تيرميني، سيتي دينوزور، ديناصورات هذوما خلاص، ديناصورات سياسيه وتاريخيه. نشوفوهم متمسكين بالسلطه. يعني واحد منتهي كما بن صالح راهو منتهي حقيقه، يعني ماشي غير سياسيا، راهو يعني اللهم لا شماته، مي رانا نشوفوا فيه مريض بزاف. كيفاش يعني لو كان جينا في ناس عندهم نزاهه سياسيه، عندهم يونيتيك بوليتيك، هو يستقيل، هو اللي يقدم الاستقاله تاعو على المباشر، يقول لهم انا خلاص ما نقدرش، راني مريض ما نقدرش نزيد نمد، هاني مديت زعما نقولوا مد، مي ما يقدرش يزيد يكمل. مي هما انا نشوفوا فيهم يعني تعنت مشادين في السلطه هذا الشيء، وعلى بها خلاص القطيعه راهي حدثت. القطيعه الان بين الشعب والنظام رانا فيها، كما يقول لك دي فاكتو الشعب الي سيباري دو غوفرنومون، خلاص القطيعه راهي كاينه، مازال غير نجسدوها سياسيا، وهي الطريقه الوحيده اللي نقدروا نجسدوها معهم سياسيا، هما يعني يسمعوا للشعب باش يوري لهم باب الخروج. هذه هي الحاجه، النقطه الوحيده اللي يكون الحوار جدي وراح يعطي نتائج مثمره للجزائر، نوريو لهم باب الخروج ويروحوا نغلقوا الباب ويجي جيل جديد اللي يبني جزائر الغد ان شاء الله. شكرا كريم، شكرا على قبول الدعوة. نشكر أيضا ضيوف اللي كانوا معنا من الجزائر، أستاذ بوعلام عمورة نقابي، للأسف الشديد ما قدرناش نحكموها، يعني جميلة حاج أعرب، لظروف يعني خارجة عن نطاقنا. شكرا لكم على حسن المتابعة، نتلاقاو إن شاء الله في مواعيد أخرى، بقوا على خير.